كان سامح أبو باريس كان بيعمل فنت مش طبيعي في العالم، درسوه وما عرفوش يحللوه فعلا دي حقيقه، وكان حاجه مختلفه تماما. لكن هي نخرج تليفون مهم كابتن من كباتن العشره سامح عبد الوارث، هو كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر كابتن ياسر لبيب. مساء الخير. مساء النور، ازيك يا كابتن خالد؟ منور يا كابتن ياسر، معانا ومعانا ضيف عزيز علينا كلنا كابتن سامح عبد الوارث. منيحه حبيبي كابتن ياسر. الاول كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا كابتن، والشعب المصري كله بخير. بخير يا رب. وانا سعيد جدا، يعني يمكن سامح بقاله فتره كبيره غايب عن الساحه تماما. وسامح طبعا غني عن التعريف، وكلاعب من اللعيبه القلائل اللي جم في مصر ومش هيجي، مش هيتعوضوا او مش هيجي زيهم مره ثانيه في العالم يا كابتن كمان. و نعم في العالم، يعني لسه بنتكلم على الستايل بتاعه جوه اللعب. نعم. في العالم. بص يا خالد، سامح عبد الوارث ظاهره يعني نادرا ما تتكرر. لعيب بالحجم دوت بالامكانيات ديت، اولا اللعيب اللي كان سريع، جامبه عالي جدا، تصويبه قويه، مدافع عالي جدا. فالمكونات دي كلها لما تتواجد في لاعب من الصعب ان هي تلاقيها. يمكن في تاريخ كره اليد المصريه ما جاش لعيب زي سامح عبد الوارث في المركز الرايت وايمن وكان بالكفاءه ديت. يمكن انت كنت بتتكلم على ماتش رومانيا كان 93 مش 95. يبقى خلاص، يبقى عنده صح. خلاص يبقى عنده صح. عنده صح. البيبو صحيح. البيبو يبقى عنده صح. وكان يعني يمكن الماتش ده، خلي بالك الماتش ده كان من الماتشات اللي كانت مهزمه جدا. يمكن سامح ما كانش بدا في الاول الماتش دوت. ونزل، مش عايز اقول لك ان سامح كان من كل حته، حتى بيشوط من بين الباك رايت والوينج رايت كان بيجيبها جول. جول يعني كان عالي عروه غير طبيعي في المباراه ديت. يعني بلغه الهاندبول بيقول كان راكب الجول، كان راكب الجول غير طبيعي. يعني اي كره مش عارف اي حته جول. جول يعني ما كانش حد قادر يوقفه. فيعني سامح طبعا من الظواهر اللي لن تتكرر في كره اليد المصريه. كابتن ياسر، لما كابتن ياسر لبيب اسطوره من اساطير كره اليد المصريه والنادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي بيقول على سامح ظاهره لن تتكرر، اكيد كان في مواقف كتيره بينكم جوه الملعب، سند معاك وقدر يساعد كتير معاك، وانت خصوصا كنت بتعرف تلعب سامح عبد الوارث داخل النادي الاهلي وداخل منتخب مصر. كابتن ياسر، بص يا كابتن خالد، يعني فضل. الجيل دوت، الجيل دوت وانت كنت واحد منهم اللي هو في جيل فتره التسعينات، يمكن ده من اعظم الاجيال اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. وانا بقول لك الكلام دوت كفريق مش كافراد، يعني النادي الاهلي طبعا جه فيه ناس عمالقه دي حقيقه على مستوى الاجيال اللي قبل كده واللي بعد كده، ولكن الجيل دوت فعلا لن يتكرر. جيل كنت فعلا بتلعب معاه، تستمتع ان انت تلعب مع المجموعه دي، سواء سامح، اشرف، عاشور، حازم او محمد عبد الله، وجوهر ومحسن على الدايره، وانت ورانا وعمر شوقي معاك. فعلا احنا اعتقد ان مفيش في مصر ما حصلتش في تاريخ كره اليد المصريه ان فرقه راحت تلعب في المانيا ودفع لها فلوس عشان تلعب. دي حقيقة بقى، ده انت كده بتتكلم في التاريخ. فعلا يا كابتن ياسر، كان الفرقة الوحيدة راحت ألمانيا، وبسبب أسماء اللاعبين مفيش ماتش لعبناه غير ما خدنا عليه فلوس، وخدنا رسمي كمان وكان بيتوزع علينا. وغير كده بقى، يعني اللي أعلى من كده كمان، إن فرقة كنت بتستمتع إن أنت بتلعب مع المجموعة ديت. كان في فنيات عالية جدا خلال المباريات بشكل مش طبيعي. يعني جيل، يعني شايف ان هو مش هيتكرر في كره اليد المصريه الجيل ده. كابتن ياسر لبيب، يعني شكرا جزيلا، انت كنت معانا ومبسوطين فعلا.